انعقدت اليوم الجلسة الأولى في هذا الملف. التمس السادة المحامون تأخير الملف لاطلاع وإعداد الدفاع، فاستجابت المحكمة لهذا الملتمس. الملف تأخر لجلسة 5 مارس الشهر المقبل. جديد هذه الجلسة أنه تم ضم ملف آخر يرتبط بنفس القضية، فأصبح عدد المتابعين في هذا الملف هو 33 شخص في حالة اعتقال وشخص واحد في حالة صرع. النيابة العامة سبق لها أن وجهت مجموعة من التهم، وذلك التهم التي تختلف باختلاف الوضعية ديال الأشخاص. هناك تهم تتعلق بالاتجار في المنشار مقرونة بظروف التعدد والاعتياد. هناك كذلك وجهت تهم أخرى لأشخاص آخرين أو متهمين آخرين تتعلق بالإجهاض، وتهم تتعلق بالتزوير في شواهد طبية واستعمالها. كذلك وجهت تهم المتهمين آخرين تتعلق بتهم جرائم الأموال مثل تبديد الأموال، الاختلاس والارتشاء. على كل حال هي تبقى تهم. الملف لازال في بدايته، سوف يتم الاستماع للمتهمين، سوف يتم الاستماع كذلك للشهود، سوف يتم الاستماع لكل أطراف هذه القضية، كذلك سوف يتم تقديم مرافعات ديال الأساتذة المحامون لتوضيح الحقائق. بعد ذلك المحكمة هي التي لها القرار في البت في هذه القضية وإصدار حكمها في هذه القضية. على أي حال غادي تبان الأمور من بعد، وحنا سوف نقوم كدفاع بالدفاع عن المتهمين، سوف نقوم بحماية حقوق المتهمين، كذلك سوف نحاول إظهار الحقيقة للمحكمة، سوف نساعد المحكمة في الوصول إلى الحقائق، وربما غادي تكون مفاجآت، ربما يظهروا يعني أبرياء في هذه القضية، خصوصا أن الأوضاع تختلف وكاين العديد من المتهمين اللي مرتبطين بهذه القضية ربما يعني بأسباب بسيطة لقوا راسهم يعني متهمين في هذا الملف. لا يمكن ان نقول معقد، ولكن ربما الامر يتعلق بالرضاع عطى واحد الضجه كبيره في هذا الملف هذا. ولكن ملي غادي يتناقش الملف ربما غادي تبان بان الامور عاديه، ربما تبان بان هاد التهم يعني ما كتحققش الاركان ديالها. الجلسات هي التي سوف توضح يعني الامر. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.